بفضل الله على الثانية أنه بفهم على الشخص اللي قدامي. أنت كثير مهضوم مثل ما قلت لك، هي ذكية أكيد، يعني شغلتكم إذا ما إنسان ذكي ما بيقدر يسويها. أنا عندي استقلالية بكل ما في الكلمة من معنى، أنا بحب وأنا ما بحب الواتساب والفيسبوك، بحب الأشياء الحقيقية. يعني بدي إياكي تلفلك بسمع صوتك عن جد يا بروح، او اذا بدي احل اي مشكله مع شخص بواجهه. لا ما بحب، لانه بحب الاشياء الحقيقيه. يعني انا بشتقت له الشاب الحلو اللي معي، بروح بيجي بدي اشوفه شو الواتساب شو بيعني لي. لا بدي احس فيه. مع ايامه شو عمري 20 سنه هلا. انا بدي اياه هو ذاته، انه شو قدامه فيس تو فيس، انه فيس تو فيس يعني تشوفيه تحكيه. انا مع الرجل، أنا بدك تسمعيني، أنا مع الرجل. إذا بدك تسمعي أكثر، أنا مع حقوق الرجل هالأيام، لأنه المرأة صراحة الرجال إنسان ضعيف، بتقدر تلقط الوحدة بأي نقطة ضعف. صدق أقل مرة بتكسر رأس أكبر رجال، بتبهدله ساعة البدة، بس الرجال عن جد عنده شفقة، وهذا ما ببهدل المرأة. النسوان أنا ضدهم، وهن عم يلحقوا حرية. لا مش حرية عم يلحقوا، التعب، لأنه المرأة لما بتروح تشتغل جوا وبرا عم تتعب أساسا، عم بتأثر على أولادها. شو بدك هاي التمثيليات؟ ما في بعد في مرة بتاكل قتلة، لك انسي، بينعدوا ولا أبدا. ما تصدق هذه كلها تمثيليات، لانه هلا كبروا له راسه. صدقيني انا مع القول اللي بيقول اضرب مرتك كل يوم، اذا انت ما عارف ليه هي عارفه ليه. عم اقول لك اسمعني، هذا بيعجبك. انت لما بتضرب مرتك كل يوم بدون ما تعرف السبب، لا بتكون هي عارفه ليه، بتكون حكي عليك، بتكون هي كل الليل قاعد من ايامها على حضنك، وكل الصبح ايه ماما عمل لي وترك لي وسوي لي وكذا وما بعرف شو للجاره، وبتحكي عليه. عيب النسوان بيحكوا على رجالهم، عيب انه هو بيكون يا حرام شو ما كان سبه، ما هي بتكون مطلعت له عيونه، ما حيمد ايده الا انت بتجري لهون. ليك وفي نسوان بحب ينضربوا. انا اوقات تمنيت انه عن جد اكل كف، بدي الرجال يضربني كف، بدي الرجال انه وقفت بمواقف بدي كف ما انضربت. ما مشان تدبري خي، ما في افهم مين يشيل ما تفكر. مشان ما بدي شيء، انا ما بدي شيء، ما بقى حدا من ليل عيني ولا شايفه حدا. كل مره صدقيني اللي بتاكل قتلي بكون بتستاهل، يمكن 1% 2% بيكون بحشش. خي طلقي وروحي عند اهلك. خلع، انا خلعت جوزي بيوم واحد والله، خلعته خلع. ايه بس قليله المره في 100 شيطان معبى براسها. لا والله ولا عندي ضره ولا شيء تفكر انه جوزي حب علي او شيء. لا كرمه اليوم ما في مره بكل ما في الكلمه معنى. هالمره اللي بنعرفها الحنونه الانسانه الام، لا ما تصدق ما في، نادرين جدا.